منورة محمد. منورة. 18 سنة. أنا 19. عمر قول ليك. الله يخليك. حبيبي. ما تعرفش حد بقى أنا. بسم الله. بسم الله. سمير وسامر. الاتنين شغالين في إيه؟ في البريد. في البريد. سمير عنده مشكلة. أيوه. ألا وهي المشكلة إيه؟ اللي هو ابن أخوه بيكتب قصص وروايات وما بيركزش في تعليمه. فده مضايقه. مضايقه ليه؟ عشان ساب مذاكرته وبيمشي ورا الكلام ده. تمام. سامر ايه مشكلته في الموضوع؟ سامر زميله معاه في الشغل، فهيبدا يحكي له. وسامر هيتضايق عشان بيقول له ايه؟ ما تسيب الولد ايه؟ ايوه في هوايته، ما دام هوايه مفيده مفيش مشكله، ما تحبطهوش، صح؟ ايوه. طيب سمير، انت هتلعب سمير. سمير ده عنده كام سنه؟ عنده 50 40 كده. تعال نقول 60. تمام. تعال نقول 60 سنة، حاجة و60 كمان. تمام. وتعال نحطه ايه، راجل عجوز شوية، أنا عايز أكبرك شوية، عايزين نضحك على اللجنة شوية. اسمع مني، عايزين نضحك على اللجنة. تمام؟ اللي هو إيه؟ دي حاجة اسمها حرفية ممثل، ماذا لو كنت الشخصية؟ حرفية الممثل دي أنت بتلعب كاركتر غيرك. فسيبك من الورق، تعال مثلا نشوف الراجل ده الكبير ده ممكن يمشي إزاي. تمام. تمام؟ يعني ارجع كده ورا. روح للكرسي ده كده بالراجل الكبير في السن، عنده حاجة و60 سنة. ده إيه اللي أنت ماسكه في إيدك؟ عكاز. اديني بقى فتحه ايدك كده شويه، عشان ده حته العكاز اللي انت امسك كده العكاز اهو. هشيل ايدي بقى انا. تمام. هشيل ايدي، ده العكاز. ماشي، بس انت بتزك برجلك. يعني بص يا محمد، تعالى اقف هنا. بص انت بتزك برجلك كده، ماسك العكاز عشان تعبان. فممكن يبقى شاب. أيوة. انما مسكه العكاز لراجل كبير في السن، العكاز ده بيبقى عنصر مساعد بس ليه في الايه؟ في المشي. في المشي، وما بقاش دائما عنصر مساعد. يعني هو في وقت معين تلاقي ايه يستخدمه، يعني يبقى ماشي عادي تلاقيه وقت معين كده ايه يستخدمه، ممكن يحطه على كتفه وهو ماشي. ممكن يمسكه بايده كده من غير ما يسند عليه اساسا، هو بس بيجي في لحظه يتعب فيساعده شويه العكاز. ايوه. تمام. المايم العكاز ده ما يسابش. يعني اقول لك على حاجه، انا دلوقتي قدام ازاز، الكاميرا جايباني كده قدام ازاز اهو. تمام. عايز اقول للناس ان انا قدامي ازاز ومفيش قدامي ازاز. ما تجيبنيش قوي، يعني هاتني ما تجيبنيش قوي، ما تجيبنيش كلي عشان هعمل حاجه. تمام؟ تمام. انا في قدامي ازاز؟ لا. لا مفيش. طب بص كده. بقى ازاز. راجل مش تقول مساء الخير. غلط. تمام. مثلا انت فاهم، حبل، ماسك حبل اهو، ماسك حبل وعلقته. بص فدايما المايم لازم ان الجمهور يشوف. أيوة. انت بتعمل ايه؟ انما لو انا ازاز قدامي عملت كده عدت ايدي، لازم تيجي في لحظه ويقف. الله الله. زي مثلا هقول لك على حاجه، بص دي. ايوه. بص دي اهي. انا كده سهلة، امال مالها في ايه؟ لازم الجمهور يشوف. فانت شو اعمل بقى مشهد العكاز كده بالراجل. احنا سايبين المشهد خالص، احنا بنعمل حرفيه ممثل دلوقتي. تمام. اقعد بيه، اقعد بيه كانك هتقعد. ماشي. برافو. ساند العكاز، حطه على كتفك. لا انت ليه حسيته ما تهو شيلته على كتفك وماشي بقى اهو. عكاز اهو شيلت. حطيته على رجلي شيلته. سيبك من العكاز بقى خالص، اعمله راجل عادي بس كبير في السن شويه. انا عايزك بس توضح للجنه ان انت مش عندك 18 سنه وانت شغال، لا انت الموظف اللي قاعد في المكان المكتب ده وبيتكلم وعنده مهموم بحاجه، فانت داخل بتقول ايه؟
بقول لك صباح الخير يا عم سمير. رد. صباح النور يا سيدي. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ انت شايفني انا كويس اهو. انا عايزك طب انت عندك مشكله في صوتك، علي صوتك. قول كل الكلام وانت بتزعق. صباح الخير. صباح النور يا سيدي. لا علي صوتك. صباح النور يا سيدي. ايه مالك؟ في ايه؟ انا كويس اهو. انت بتكلمني ليه كده يا سيدي؟ عملت لك حاجه؟ يا اخي سيبني في حالي بقى. علي صوتك. يا اخي سيبني في حالي بقى. ايه مالك؟ طيب ايه اللي حصل؟ ايه طيب؟ قول. ابن اخويا يا سيدي. ماله ابن اخوك؟ غلبني معاه قوي. لا استنى اما اقول الكلام. مش حابب استنى اما اقول الكلام. وعلي صوتك برضه. ايه ماله ابن اخوك؟ مغلبني معاه. ليه طيب؟ ايه اللي حصل؟ عمل حاجه؟ ساب مذاكرته ومركز في الروايات والقصص. مركز في الروايات والقصص؟ ايوه. تعالوا نروح نشوفه. يلا بينا.